فسمحوا لي إخواني، لأن المرحلة تستدعي ذلك. خص بنادم، أنا مثل نقول لهم نحرط العقبة تنعرفش تنقول. إحنا مراد والآن فينا المغص، ورغم ذلك لا يثنينا شيء نهائيا أن يعني تبقى حريص وعساس وعلى يقظة وأهبة الاستعداد باش تحافظ على المظلومية اللي تعبنا عليها لأربع سنوات، رغم أن الوضعية ديالي أنا مخالفة تماما، ولكن أخذت على عاتقي أن أدافع بشراسة على كل المقصيين الذين لم يستفيدوا من المرسوم ديال 2019، الذين وظفوا لأول مرة بالسابع وبالثامن، والجميع يعلم حتى أصحاب السيبيرات، سواء السيبير اللي في باب الحد من شافني ديك النهار قال لي واش انت من 2019 وانت باقي، واش باقي ما جابش الله الفرج؟ قلت لي إن الفرج قريب، سواء هنا في آسفي الجميع يعلم. ولكن الخونة قجاع وجع عيشورة لن تفلحوا أبدا، لأنكم لا تجرؤون أن تحركوا ساكنا، فالأمم تبنى برجالها وليس بشميت ديالها وليس بأنصاف الرجال ديالها أبدا. نهائيا لا يمكن أن تبنى بأنصاف الرجال ديالها أبدا. إذن نحن متوجهين للمقر، كنا باغي ننتقلوا اليوم، للأسف أنني يعني جات حالة طارئة صحية طارئة، ولكن لا بد أن نتواجد في المكان، ودائما على أهبة الاستعداد، ودائما على اتصال بالجميع، ودائما المعلومة محينة لدينا. الآن أيها الأزلام، كما كنت أقول لكم، ها هما داروا إعادة الترتيب من 2016، والأمور كنا عارفينها تتخدم في المالية وفي الموارد البشرية، الآن راه في السي ام ار، وانتم جلسوا عليه. علاش؟ لأن أنصاف الهم لك حل، كل واحد دير كليك، باقي فين ديك الهم لك حل ديال من كانوا في التعليم، من كانوا يخرجوا للساحة، كل واحد داير قيش قيش ومدور مع الخيوش، تلقى مجموعة هنا ومجموعة لهي ومجموعة لهي، كاين اللي ولا ساكن في الزحيليقة وباقي القجاوج تابعينه، كل واحد يقول لك أنا المجموعة ديالي اللي قلتها هي اللي كانت، ولا قلتيها أنت والقجاوج ديالك، وسيروا لمزبلة التاريخ.